النهارده ان شاء الله هو بدايه كلامنا على الارنولد ريندر. انا اسف، معاكم الاول احمد عبد الرحمن من جي اف اكس اكاديمي دوت في. هنتكلم النهارده على الارنولد، ويمكن ارنولد له معايا سبب معين انا اخترته هو بالذات. اولا في راي مع سينما فورد مشاكله كتيره جدا جدا جدا. الاس دي كي بتاعت الديفلوبنج بتاعته معرفش في ايه بينها وبين السينما، مش ماشيه معاه بالشكل المطلوب. كراشز كتيره جدا، الفيو بورت الرؤيه فيه مش مظبوطه تماما. مجرد ما انت بترفع الانتنسيتي بس بتاع اللايت حاجه بسيطه بتلاقي السين قدامك بقت بيضه، فانت ما انتش شايف اي حاجه. اما بتيجي تحط اوفرلايد ماتيريال او ميكس او ميكسد تكتشرز ما بتبانش وهي فوق بعضها. يعني لو انت عامل مثلا حاجه تكتشر للكاوتش ده وانت عايز تحط فوقها ديرت او جريم او سكراتشز او الكلام ده كله، كل الكلام ده ما بتعرفش تعمله بالفري مباشره، لازم بتعمل ستاندرد ماتيريال، وبعد كده بعد ما تشوف الماتيريال بتاعك شكلها ايه تقوم مبدلها بفيري ماتيريال، وهكذا الحال في الديسبليسمنت. فده من ضمن العيوب الجامده جدا في الفيري. الحاجه الغير كده كمان ان في ساعات كتيره جدا بتيجي تعمل ريندر للفيو بورت بتلاقي اللي مترندر غير اللي موجود قدامك في الفيو بورت. دي حتى الكلام ده على زاويه الكاميرا. ساعات بتضيف اوبجكتس جوه الفيو بورت، لو انت عندك سين تقيله جدا تيجي ترندر بتلاقي الفي راي وتفر. على فكره الريندرر، يعني انا بتكلم على الفي راي لان انا استخدمت الفي راي في سينما، بتلاقي ان الفي راي بيرندر لك حاجات وحاجات لا. يعني لو السين هيفي فعلا تقيله فعلا بتلاقيه بيرندر حاجات وحاجات لا. حاولت ان انا ادور على اكسترنال ريندرر لسينما 4D لان كنت حابب اشتغل بحاجه غير الفيزيكال ريندر كمور رياليتي. فبصيت لقيت ما قداميش غير، طبعا في ريندررز كتير جدا انا بتكلم على وجهه نظري الشخصيه، كل واحد وله وجهه نظره. انا ما لقيتش قدامي غير الاوكتان والارنولد. طبعا اوكتان ثمنه عالي جدا جدا جدا، بيطلع نتائج كويسه قوي برضه على فكره. لكن الارنولد كان حاجه تانية خالص. بغض النظر عن اني انا كنت بدور على ريندرر خارجي، بس طلع حتى لو انت هتشتغل في حاجه تانية غير سينما 4 دي سواء ماكس او مايا واتيفر انت تشتغل ايه، ارنولد فيه مميزات قويه جدا جدا. صحيح انا مش ناوي استغنى عن الفيري في الماكس على الرغم من المميزات اللي هقولها دي، بس ما قداميش وقت ان انا اخش ارنولد في الماكس، فانا هكمل في الماكس بالفيري، وان كنت ناوي ان شاء الله ان انا اخش ارنولد بس مش في الوقت الحالي. ميزه ارنولد عن كل الريندرز اللي موجوده ان هو معمول علشان يعمل ريندرز زي الريل لايف بالظبط. يعني هو بيستهدف الشغل بتاع البرودكشنز، ما بيستهدفش الشغل او مش معمول مينلي علشان شغل الانتيريور اكستيريورز والكلام ده كله، لا هو معمول عشان شغل البرودكشنز. وده خلاه بيرندر حاجات بتعتبر لاي رندر او لاي رندر انجن تاني كابوس. الديبس اوف فيلد، الموشن بلر، التكتشرز اللي فوق ال 4K وال 8K، الفوليوم لايتس، الجلوسنس، كل الكلام ده بمجرد ما انت بتحطه في السين بتاعتك في اي رندرر تاني المحرك الرندر اتقتل. وقت طويل جدا في البريباريشن، لما بتلاقيه بيقول لك بريبيرنج ايمج ممكن يقعد في دي يعني الله اعلم. انا في مره قعد 10 دقائق بيعمل بريبيرنج بس ما بيرندرش، ده بريبيرنج فقط. ارنولد مش كده، ارنولد اصلا ما فيهوش بريبيرنج، ما فيهوش بريباريشن للايمج. الكودنج بتاعه او الكور كود بتاعه معمول مخصوص عشان يرندر الحاجات اللي اي رندر انجن تاني ما بيرندرهاش. مفيش حاجه اسمها ان هو لو ليميت، ملوش ليميت في الاوبجكتس انت بتضيفها جوه السين، ضيف اي حاجه هيرندرها لك. مفيش حاجه اسمها ان انت هتضيف حاجه وعشان الميموري ليميت بتاعك عند حد معين فهتلاقي الحاجه دي مش هتترندر، مفيش الكلام ده. وده سبب لان هو بيعتمد على نوع
من الفايل فورمات في الكاشز بتاعه اسمه ال تي اكس. ال تي اكس بيشيل لغايه 100 جيجا رامات. ما اعتقدش انك انت هيبقى عندك بروجكت فيه 100 جيجا رامات، لكن 100 جيجا قصدي صور او ماتيريالز. فارنولد بصراحه يعني في مميزات كتير قوي 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 عن اي ريندر انجن تاني. صحيح انا لسه بجرب فيه ولغايه دلوقتي بصراحه ما شفتش منه اي عيوب. ضيف لكده ان هو اسرع ريل تايم ريندرنج لغايه النهارده. الاي بي ار ويندو بتاعته تمام، ملهاش حل في سرعه الريندرنج بتاعها. الفيري في الاكتف شيد طبعا، الاوكتان نفس القصه، ارنولد اسرع من الاثنين بمراحل. طيب تعالوا الاول نشوف الانترفيس هنجيبها ازاي وهنتعامل معاها ازاي. انا هنا عامل سين بسيط عباره عن عربيه واستوديو، مش حاجه كبيره قوي. بدايه انا مش حابب يحصل اي لخبطه، فهروح للفلترز واروح لتاجز واروح للتكتشر تاج عشان اسلكت كل التكتشرز اللي هنا، وكنترول وهشيل واحده وشيفت اسف وكنترول واسلكتها تاني بس علشان اشيل كل التاجز اللي موجود عندي. العربيه من على النت، ما علينا من الديفو اللي موجود في العجل، ملناش فيه، احنا مش بنشتغل موديلنج دلوقتي. ازاي نجيب الارنولد؟ اولا انت هتروح لرندر سيتنجز، ومن رندر سيتنجز هتروح لرندرر، ومن رندرر هتختار الارنولد رندرر. مبدئيا هي دي الشغل بتاع ارنولد. ارنولد انت ما بتهتمش فيه بالجي اي، ما بتهتمش بالاندايركت الومنيشن نهائي، هو معمول عشان يهندل الكلام ده كله لوحده. كل اللي انت بتهتم بيه في الارنولد حاجه واحده فقط لا غير، وهو عليه الباقي. كل اللي انت بتهتم بيه السامبلز، اكتر من كده ما بتعملش حاجه. السامبلز اللي هي الانتي الياس، سواء اللي موجوده هنا او اللي هتبقى موجوده معانا في الاضاءات لما نشتغل. مفيش حاجه اسمها انك انت تهتم بجي اي، هو بيعيش حياته لوحده وبيهتم بالقصه دي لوحده. بالمناسبه هو بيشتغل على اللايت كاش والبروت فورس تمام، في حساباته في الجلوبال الومنيشن بيشتغل على اللايت كاش والبروت فورس. طيب ده او دي واجهه الريندرر بتاع الارنولد وهنجي لها بعدين. عندنا بعد كده من بلجنز عندنا C4D2A او Cinema 4D2 Arnold، ودي القايمه بتاعت الارنولد. طيب لو احنا خدنا القايمه دي من هنا كده وسحبناها مثلا حطيناها هنا او حطيناها هنا تمام بحيث تبقى في الحته دي، لو جينا ضغطنا ضغطه يعني ضغطه على ارنولد لايتس هيطلع لي السب منيو. دي كده القايمه بتاعت الارنولد. طيب لو احنا تعالوا نحط من ارنولد، نحط ارنولد سكاي بالمنظر ده، وعايزين نطلع الاي بي ار ويندو. الاي بي ار ويندو اللي هي دي، كليك هتطلع الاي بي ار زي ما احنا شايفين. انتر اكتف سريعه جدا. لو احنا رحنا هنا حطينا كاميرا وحطينا نال اوبجكت ورمينا الكاميرا جوه النال وقلنا له اكتف كاميرا، انا بس عملت كده علشان اعرف اتحكم في النال كويس، في الكاميرا اسف كويس. لو حطيناها هنا كده مش عايز احطها هنا، عايز احطها هنا تمام، او خلينا نحطها فوق تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمام. لو احنا جينا لفينا بالكاميرا بتاعتنا، لو رحنا خدنا النل وخدنا روتيشن
او كده او كده. تمام. بصراحة زي ما احنا شايفين الانتر اكتف في ثواني بلاقي النتيجة. طبعا انا ما شفتش ار تي ويندو بالمنظر ده او ما شفتش اي بي ار بالمنظر ده لا في الفيري ولا في الاوكتان، حتى انا ما اشتغلش بالاوكتان، بس في اللي انا شفته ما شفتش السرعة دي. في الاي بي ار ويندو احنا من هنا نقدر نوقف او نعمل سويتش اوف وسويتش اون للاي بي ار. طبعا مش شرط انها تكون شغالة على طول عشان ما تاخدش منك وقت طويل، انك تاخد بتسحب فعلا سحب جامد قوي. عندك هنا السكيل والزوم، على فكرة دي في تركاية حلو قوي، يعني انا خدت بالي منها وصرعت معايا الدنيا قوي. لو عملنا دي 100% هي سريعة، بس اللي حاصل انها ممكن تبقى اسرع من كده. لو احنا جينا نبص عندي في الاوتبوت انا شغال 1920، هنا عشان شوف هو واخد وقت طويل مش في الرندر، هو الطول ده لان المساحه اللي بيرندرها كبيره، فانت عشان تاخد وقت رندر سريع وفي نفس الوقت شايف تفاصيل كويسه، روح للسكيل خليها مثلا 40%. بص اللي حصل في ثواني خلصت. الزوم زوم، في فرق بين الزوم والسكيل. انا مخلي السكيل بتاع السين، يعني انا بقول لارنولد انت هترندر المساحه دي 500 × 380، خلاص هو بيرندر دي، الزوم ملوش دعوه بيه بقى، الزوم ده ليك انت، يعني الزوم بصري، لكن السكيل هيبقى للرندر. نيجي بعد كده للمود بتاع عرض الصوره جوه الاي بي ار. لو احنا ضغطنا كده بيدي الريد كلر، ضغطنا كده بيدي الجرين كلر، البلو كلر، وبعد كده الالفا شانل، بعد كده الار جي بي. في برضو حاجه حلوه قوي، لو احنا رحنا هنا للرندر ريجون، لو انت عايز تعمل رندر على حته معينه وليكن مثلا على حته زي دي، خلاص وجينا هنا مسكنا النل ولفينا كده مثلا، تمام، و زقينا الكاميرا كده. حتى على الرغم ان الاوبجكت قريب من الصوره لازال الاي بي ار سريع جدا. لو شلنا دي كده زي ما احنا شايفين اي بي ار بصراحه جميل وانتر اكتف بطريقه بصراحه جميله قوي. ده بالنسبه كده للي فوق دول. في هنا الديسبلاي، اما البيوتي اللي هو الفاينل ريندر خلاص، او ممكن اقول له الالفا لو انا عايز اعرض الفا، بس انا ما عنديش الفا مات عشان اعرضها. هنا الاكتف كاميرا، ويستحسن تسيبها كده الا لو انت عايز تعرض بكاميرا معينه. هنا ممكن تقول له ديفولت كاميرا، جاب لك الكاميرا بتاعت او البرسبكتيف فيو بورت كاميرا 1 اللي هي الكاميرا اللي انت شغال عليها. اللي جنبها دي بيقوم واخد حاجه اسمها سناب شوت، لو ضغطنا كده بياخد سناب شوت ويقوم رندرها في البيكتشر ريفيور. خلي بالك ان السناب شوت اللي هو بياخدها هنا هي المقاس ده مش مقاس الرندر. لو خدت بالك 512 × 288 هي مقاس الاي بي ار اللي هي من السكيل. ده بالنسبه للسناب شوت. هل انا ممكن اتحرك جوه الاي بي ار؟ ممكن اتحرك جوه الاي بي ار. ازاي اتحرك جوه الاي بي ار؟ لو انا عملت مع الت نفس زي ما بتحرك هنا، ممكن اتحرك هنا، وهنا بيقبضت هنا، يعني لو مسكت دي كده وعملت كده انا كده هتحرك جوه الاي بي ار. لو مسكت الت مع ميدل كليك هعمل بان بالكاميرا، لو مسكت الت مع رايت كليك هعمل زوم ان وزوم اوت بالكاميرا. طبعا ده كانك شغال في الفيو بورت. طب في رمز انا عديته اللي هو ده مالوش دعوه بالاي بي ار، وبيقوم رايح عامل الاي بي ار هنا. لو احنا عملنا كده خلى الاكتف فيو بورت ده هو الاي بي ار. طبعا حابب تعمل كده ماشي، حابب تشتغل هنا ماشي، انا دايما هشتغل على النقطه دي. لو خدنا بالنا من هنا مفيش بريباريشن، ريندرنج على طول، مفيش بريبيرنج، مفيش تجهيز للموديل، مفيش بري كالكيوليشنز للباونسنج بتاع اللايت، مفيش الكلام ده كله. ارنولد كل اللي هو بيعتني بيه حاجه واحده فقط لا غير، اللي هي السامبلينج.
مالوش دعوة بحاجة غير السامبلز. طيب نظرة سريعة على السامبلز مش هتكلم فيها دلوقتي، بس لو احنا رحنا للأرنولد سكاي وجينا بصينا هنا، بس هروح لهنا اقول سكاي باك جراوند مفيش. طبعا هنا الانتنسيتي ممكن نحطها 1.5. وتعالوا نروح للايت دوم. لغايه دلوقتي انا ما جيتش يعني السامبلز بتاعت الكاميرا ولا الكلام ده كله، لكن ممكن اخد صوره الى حد ما نظيفه شويه. طبعا انا بدي 100 ممكن اخد صوره كويسه من غير ما اروح للسامبلز بتاع الكاميرا. مش هنعمل دي كتير، بس في عندك في كل لايت هينزل في عندك سامبلز. لو انا رحت للسامبلز زودت دي خليتها مثلا 8، خلي بالك السامبلز سب ديفيجنز اي كلمه من دي تشوفها تعرف ان الرقم ده تربيع مش الرقم اللي انت شايفه. وعملنا كده تمام. نبص كده على الرغم ان السامبلز بقت 64 الا ان انا برضو شايف ان الريندر سريع. انا قادر ان انا اشتغل وهو بيرندر بالمنظر ده على 64 سامبل. يعني في ناس لو نفتكر لما كنا بنروح نشوف الانتي الياس كام، 4x4 8x8 كنا بنترعب، كنا بنخليها 2x2 4x4 كنت تلاقي وقت الريندر مش الاي بي ار بقى ولا الانتر اكتف ويندو، لا الريندر زاد قوي. بص هنا هي 8 والدنيا ماشيه معاك سموز. لو احنا رحنا هنا خليناها 4x4 يعني 16، خليها 4، خدت لو جينا نبص هنشوف هيخلص السامبلز في قد ايه. واخد 20 ثانية تمام. 20 ثانية عندي بسكيل 50%، لو السكيل ده 40% زي ما قلت اللعبة دي هتوفر وقت جامد قوي. تلتاشر ثانية تمام. اذا نخلي بالنا من لعبة السكيل والزوم عشان هتعمل لنا شغل كويس جدا جدا مع سامبلز 4. مش مطالب انك انت كل شويه تفضل مخلي ده شغال، انت بتخلي ده شغال لما تحتاج ان هو يبقى شغال. ده بالنسبه لازاي بنشتغل على الاي بي ار، ازاي ان احنا عملنا حاجه بسيطه قوي اللي هو ارنولد سكاي. في كلام كتير في اللايتس بتاعه الارنولد. تعالوا مثلا لو رحنا للارنولد سكاي ورحنا شلنا الارنولد سكاي، طبعا كده لو جيت عملت كده هيديني صوره سوداء لان انا ما عنديش اي حاجه اشتغل عليه. تعالوا كده لو رحنا لارنولد لايت وحطينا مثلا اللي هو الكواد لايت. الكواد لايت زي ما احنا شايفين حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. لو طلعنا بره الاكتف كاميرا ومسكنا الكواد لايت كده، طبعا هو زي ما احنا شايفين مشاور في اتجاه زد، خلي بالك من النقطه دي قوي. لو احنا لفينا ده كده هنلاقيه بالمنظر ده. طبعا لو كبرنا الكواد لايت، حته التكبير دي هكلمكم عليها لان هو مش زي اي لايت، يعني مش لو كبرت هيشتغل كده وخلاص، لا ده الموضوع له علاقه او هيبقى فيه علاقه بينه وبين وبين الانتنسيتي. هيبقى فيه علاقه جامده قوي بين حته التكبير دي وبين الانتنسيتي. طبعا انا عامل هنا لايت من لايت من زاويه واحده او من اتجاه واحد تمام بالمنظر ده كده تمام. ناخد دي كده كمان شويه حلو. بعد كده نروح للكاميرا بتاعتنا ونيجي لللايت. طبعا عندي انتنسيتي وعندي حاجه اسمها اكسبوجر. الانتنسيتي هي بتعلي اللايت بس بتعليه طيب يعني بقيم او بدرجه مش كبيره قوي.
الاساس عندي مش الانتنسيتي، الاساس عندي هو الاكسبوجر. بس خلي بالك الاكسبوجر سنسيتيف قوي، الاكسبوجر سنسيتيف. يعني هنا واحد لو خلينا الاكسبوجر 1 اهو بدا يدي لايت، لو خلينا الاكسبوجر 4 اهو زي ما احنا شايفين بدا يدي لايت. في حاجه بقى كمان مهمه جدا زي ما احنا قلنا الويتس والهايت. لو قللنا الويتس ده وقللنا الهايت وعلينا الانتنسيتي تمام، هلاقي الاضاءه بدات انها تزيد. الاكسبوجر خليه 5 مثلا كده بدات الاضاءه تزيد. طبعا اللايت نفسه هنا عباره عن بريسيت، يعني ممكن اغير في ثانيه، بدل كواد اخليه ديسك، بدل ديسك خليه مش، بدل مش ارجعه سكاي دوم، وات ايفر انت عايز ايه، انت بتغير من هنا. دي كده بالنسبه لو احنا خدنا الكالر وخليناه عباره عن كولد كالر. المكان بتاعه كمان له علاقه جامده قوي لو احنا غيرنا البوزيشن بتاعه تمام بالمنظر كده. ده على اكس، على واي. جميل قوي انك انت حتى في الاي بي ار انت شايف، انت شايف انت بتعمل ايه، ماشي بالشكل ده. طبعا لو رحنا كمان لللايت، رجعنا للمين كالعاده السامبلز، لو احنا خلينا السامبلز 4 هي بدانا ناخد. خدتوا بالكم النويز بدا يروح بدرجه ملحوظه قوي، ما كانتش بتبقى بالسهوله دي في اي ريندر تاني، ما كانتش بتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ممكن الانتنسيتي نخليها مثلا 12 تمام، بحيث ناخد حاجه بالمنظر ده كده. لو فتحنا كلر مش هلاقي حاجه هنا، لكن في بعد كده سبيشال تريانجل زي ده هيديني في الكلر حاجات تانية. عايز اشوف هنا حاجة اسمها الديفيوز. ديفيوز لو عليناها هيضاعف افكت اللايت، بس ما بفضلش ان احنا ناخدها من هنا على قد ما بفضل ان احنا ناخدها من جوه الماتيريال، ودي ميزة تانية في الارنولد. لو احنا خدنا الاكتف كاميرا بعدناها بالمنظر ده تمام، برنامج لو احنا وقفنا ده كده مؤقتا وخدنا اللايت ده كده، عملنا منه دوبليكيت ولفيته الناحية التانية تمام، واجيبه كده شوية ماشي، وفي اللايت ده هخليه هوت كالر. نرجع للاكتف كاميرا بتاعتنا تاني، ننشط كده الاي بي ار ونشوف. هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. في حاجه مهمه جدا عايز اوريكم، شايفين الشادو عامل ازاي؟ لو انا جيت هنا وكبرت ده ورحت مكبر ده كمان، اللي هيحصل ان بصوا الشادو هيبقى سوفت شادو. خلي بالك قوي ان هي الكلمه دي اللي انا قلتها، ان في علاقه جامده بين الويتس والهايت وبين الشادو تمام. يعني لو احنا عملنا ده 2000 في 1200 مثلا، وده نفس القصه 2000 في 1200، هلاقي هنا بقى عندي سوفت شادو.
ممكن احط اكسبوجر ده 7 مثلا، انتنستي ممكن احطها ب20 او ب25، الاكسبوجر 6، نيجل ده مثلا ممكن 25 واكسبوجر 6، لا عالية قوي، خلي دي مثلا 10، اكسبوجر 7. كده كويسة قوي. لو رحنا لده كده زي ما احنا شايفين، ادي حاجة بسيطة جدا جدا في السامبلز. احنا عملنا السكيل ده ب100% تمام، والسامبلز خليناها ب4، وفي ده كمان خليناها ب4. طبعا هي مرفوعة من فوق الأرض بس أنا مش عارف ليه. زي ما احنا شايفين الدنيا سموز، والرندر ما بياخدش وقت كبير، وزي ما احنا شايفين انتر اكتف، و جميل جدا جدا جدا. ده كده كان يعني اخدنا فكرة بسيطة وسريعة قوي عن الاضاءة جوه الارنولد، او ازاي بنشتغل بس، او الورك فلو بتاع الارنولد بيبقى ماشي ازاي. في المحاضرة اللي جاية هتكلم على بداية بقى التعامل بتاعنا في الشيدرز، ازاي بنحط النودز، ازاي بنحط الانبوتس والاوتبوتس، واشوفكم في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله.